أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية، تأتيكم من فرانس 24 من باريس، وهذه أبرز عناوينها. بعد إحالة رئيسها على التحقيق القضائي، شركة سوناتراك الحكومية الجزائرية توقع عقدا مع شركة توتال الفرنسية. وسوق دبي المالي يواصل رحلة التقهقر لليوم السادس على التوالي وسط تزايد مخاوف المستثمرين. وموجة التأميمات مستمرة في فنزويلا بعد قرار الرئيس هوغو تشافيز انتزاع ملكية مجموعة إكسيتو. طابت أوقاتكم. وقعت شركة توتال الفرنسية عقدا مع شركة سوناتراك الحكومية الجزائرية لاستثمار نحو ملياري دولار لاستغلال حقل أحنيت للغاز في جنوب غرب الجزائر. وتوقيع شركة سوناتراك لهذا العقد يتزامن مع فضيحة فساد وضع بموجبها رئيس مجلس إدارة الشركة محمد مزيان تحت الرقابة القضائية، واعتقل بعض مسؤولي الشركة بتهمة عمليات اختلاس أموال. عادل قسطل يرصد في التقرير التالي أهمية سوناتراك في الاقتصاد الجزائري. ارتبطت سوناتراك بالاقتصاد الجزائري ارتباطا وثيقا. فضيحة في سوناتراك لها أثر عميق على البلاد. محمد مزيان الرئيس المدير العام للشركة هو الآن تحت الرقابة القضائية. التحقيق يمس 14 شخصا آخرين. كشفت القضية صحيفة الوطن الجزائرية، ويظهر من العناصر الأولى لها أن مكتبي دراسات استفادا من صفقات مقابل رشاوى. يعتمد الاقتصاد الجزائري أساسا على المحروقات. سوناتراك طرف اقتصادي أساسي. إذن حققت الشركة فائدة ب9.2 مليار دولار في 2008، توظف 125,000 شخص. تحقق هذه الشركة العملاقة 98% من الصادرات الجزائرية. وتقول منظمة ترانسبارنسي انترناشونال إن سوناتراك هي من أكثر الشركات غموضا في العالم. عادت الانتعاش لمؤشر بورصة دبي بعد مواصلته لليوم السادس على التوالي رحلة التراجع، معززا مخاوف المستثمرين من تواصل الصعوبات المالية التي تواجهها بعض الشركات العالمية التابعة لحكومة الإمارة. وعن أسباب تراجع مؤشر بورصة دبي يحدثنا من دبي الإعلامي المتخصص في الشؤون الاقتصادية عبد اللطيف بخوش. ربما قد تشارك أو شاركت أسباب كثيرة في هذه ربما التي تكبد سوق دبي لهذه الخسائر طيلة 6 أيام فارطة. ربما اليوم حاول أن يستعيد روحه من خلال ارتفاع طفيف بالنسبة لسهم أرابتيك وسهم إعمار. ربما السبب ربما الرئيسي هو يعود إلى شركة أرابتيك، حيث قامت مع شركة أبار في أبوظبي بعملية استحواذ، أي شركة أبار استحوذت على 70% من شركة أرابتيك في دبي. هذا الاستحواذ ساهم كثيرا في خفض سهم دبي في سوق أو سهم أرابتيك في سوق دبي. نزل ربما نزولا فادحا وكبد الشركة خسائر كثيرة. في اليوم الثامن بالضبط من شهر يناير الفارط طلع علينا ربما السيد رياض كمال المدير العام لشركة أرابتيك، وأعلن أن الشركة لا تنوي أي عمل أو أي استحواذ مع أو أي صفقة تجارية مع شركة أرابتيك. وبعد يومين أكدت المعلومات أنه تم فعلا استحواذ شركة أبار على 70% من شركة أرابتيك، وهذا ما ساهم بالتأكيد في خفض الأسهم أو سهم أرابتيك في سوق دبي. ربما شيء ثاني وهو ترقب المستثمرين نتائج الربع الأخير من نتائج البنوك، هل ستجنب مخصصات أم لا. هذا السببين الرئيسين هما اللذان ساهما ربما كثيرا في خفض السوق وأغلق خلال 6 أيام في الخانة الحمراء. نعم، ربما عبد اللطيف هل هناك ربما توقعات بانتعاش أسواق المال الإماراتية؟
من المؤكد أن هناك فسحة من الأمل لتعود الأمور إلى طبيعتها وتغلق الأسواق في المنطقة الخضراء، لكن إذا تكثفت الجهود الإعلامية والجهود ربما من خلال الشركات، فالضبابية خيمت خلال الأسبوع الفارط على سوق دبي، وهو الذي تسبب في تكبد سوق دبي لهذه الخسائر الفادحة. فإذا توفرت هذه ربما الشفافية ستعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقا. فالتعامل بشفافية يعطي مصداقية أكثر للشركات، ويعطي ربما فسحة للمستثمرين لإدراك خفايا ما وراء الشركات، وكل هذه الأمور نعم. ستساهم فعلا في رفع المؤشر وعودته إلى المنطقة الخضراء. وضع الرئيس الفرنسي حدا للمخاوف التي كانت تحيط بإمكانية تحويل مصنع إنتاج رونو 4 إلى تركيا. الفرضية كانت قد أثارت غضب النقابات العمالية، والتفاصيل في التقرير التالي. اجتماع مغلق جمع بين الرئيس الفرنسي وكارلوس غوسن بقصر الإليزي، لقاء دام قرابة الساعة وانتهى بإصدار بيان يفيد أن جزءا من إنتاج سيارة كليو 4 سيتم في منطقة فلان في فرنسا. ساركوزي كان قد رفض احتمال تحويل موقع إنتاج سيارة إلى تركيا. نحن لا نمنح مساعدات مالية لمصانع السيارات حتى تنتقل للإنتاج في الخارج. مصنع رونو ينتج جزءا كبيرا من سياراته خارج فرنسا، 25% فقط تنتج داخل الحدود الفرنسية. المصنع الرئيسي لسيارة كليو 3 يوجد في مدينة بورسا في تركيا، إضافة إلى موقعين آخرين. إنتاج السيارات في تركيا يكلف أقل من إنتاجها في فرنسا بنسبة 10%. هذه المعطيات تدفع للتساؤل عن نسبة موقع فلان التي سيحصل عليها لإنتاج سيارة كليو 4، والمؤكد أن هذا المصنع سيقوم بإنتاج سيارة الكهربائية زوي ابتداء من 2012. موجة وتأميمات مستمرة في فنزويلا بعد قرار الرئيس هوغو تشافيز انتزاع الملكية من مجموعة إكسيتو المملوكة لمجموعة كازينو، والتي وجهت لها تهمة رفع الأسعار. قالها هوغو تشافيز في برنامجه التلفزيوني ألو بريزيدانتي. مجموعة متاجر إكسيتو ستصبح فنزويلية. كانت الشركة الفرنسية الكولومبية تنتمي لمجموعة كازينو، وتتهمها الحكومة الفنزويلية برفع الأسعار بغرض المضاربة. إلى متى سنسمح لشركات متعددة الجنسيات أن تتصرف هكذا؟ آمر بفتح تحقيق وأنتظر القانون الجديد للأمر بالمصادرة. يحدث هذا بعد قرار تخفيض قيمة العملة الوطنية. طلب تشافيز من نواب البرلمان سن قانون لحماية المستهلكين. بالنسبة له تخفيض قيمة العملة لا يبرر رفع الأسعار بل يخالف القانون. يريد تشافيز إنعاش الاقتصاد الفنزويلي، ويقول إنه سيقوي قدرة الشركات الفنزويلية على المنافسة، ولكن مخاطر التضخم كبيرة تعدى 25%. هذه أعلى نسبة في أمريكا الجنوبية. دفعت المخاوف بالمستهلكين إلى التهافت على المتاجر لاقتناء منتجات يخشون نفاذها. أنهت مؤشرات أهم أسواق المال الأوروبية تداولاتها لهذا اليوم على اللون الأخضر. نسبة الارتفاع في مؤشر باريس كاكاونت بلغت 0.6%. 0.7% كانت هي نسبة الارتفاع في كل من فوتسي البريطاني وداكس الألماني. نهاية هذه النشرة الاقتصادية. أخبارنا تبقى متواصلة، فابقوا معنا. إلى اللقاء.